أعطونا يا هيئة العقار معلومات عن أسعار الأراضي والشقق والفلل في الرياض، مو في الرياض بشكل عام، في شرق الرياض ووسط الرياض وغرب الرياض، وعطونا خريطة ممتازة جدا أنا أبغى أعرضها وأناقشها معك إن سمحت لي، اللي هي التغيير السنوي اللي صار من العام الماضي إلى نهاية فبراير الموجود. خلينا أوريه أشوف أنا وياك الخريطة مع بعض. هذه هي الخريطة على مستوى مدينة الرياض. خليني أبدأ لك من الشمال. متوسط سعر الأرض في الشمال 4491 ريال. الكلام يقول أنه 31% نزول في الصفقات. كيف أنت تقرأ هذا اللي قاعد يصير في الشمال؟ 9659 هذا السعر في الفلل، 7440 هذا السعر في الشقق. المعروض قاعد ينزل عدد الصفقات، 31% للأراضي، ينزل 18% للفلل، قاعد يرتفع 267% بالنسبة للشقق. تعليقك. طبعا أخوي عبد الله، قبل ما نبدأ نعلق على الأسعار، خلينا نتفق أنه عندنا تحدي اليوم في تحديد السعر الصحيح للمنطقة نفسها أو للحي نفسه. وهذا جاء من وين؟ جاء اليوم من إشكالية في قواعد البيانات اللي موجودة. فقد تكون اليوم وثقت صفقات ونشرت بطريقة لكن ما تعكس الحقيقة. يعني في الحي نفسه أحيانا تحصل أنه فيه أرض قيمتها رقم معين، والأرض المجاورة لها تختلف لظروف معينة، لأشياء معينة. فإحنا في الهيئة العامة للعقار، واحد من الأدوار الأساسية عندنا واللي بدأنا بتطويرها بشكل كبير جدا، كيف نعطي السوق معلومة صحيحة، كيف نقدر نقول مثلا حي البديعة هذا سعره، حي نمار هذا سعره، حي حطين هذا سعره، حي كذا هذا سعره. فمن هالمنطلق جت يمكن بهالتفاصيل هذه. احنا يعني نعمل معادلات كثيرة على اساس نوصل لها. يعني خلنا ناخذ مثال بسيط، يعني سعر الارض بالشمال هذا هو حديث الناس. صحيح. انت عندك هنا في الخريطة تقول انه متوسط سعر المتر، اي نعم، 4491، اي نعم، وانه السعر ارتفع 6%، وانه التغيير السنوي لعدد الصفقات 31% انخفاض. انخفاض، اي نعم. طيب طبعا كيف تقرا لي هذه الثلاث ارقام؟ طبعا كمتوسط، احنا نتكلم عن متوسط احياء منطقه معينه محدده، شمال الرياض حددت لظروف معينه لانه المنطقه متشابهه فيها. طبعا معدل الارتفاع مقارنه بالسنوات الماضيه يعتبر اقل، يعني مقارنه بالسنوات اللي قبل 6%. الانخفاض في عدد الصفقات هو نتيجه لارتفاع السعر، يمكن كلامنا اللي قبل شوي. ليش انخفضت عدد الصفقات؟ لانه الطلب ما اصبح ممكن، صارت الاراضي غاليه، بالتالي صارت الاراضي غاليه، الطلب خلاص صار يتنازل، وهذا جزء من الضغط على. بس المفروض ليش السعر ما ينزل؟ ليش السعر ارتفاع 6%؟ ليش ما نزل؟ كان قبل ارتفع اكثر من كذا. يعني لما نجي ناخذ، يعني هو نزل الى 6%. بالضبط، يعني خلينا نقول نسبه الارتفاعات اليوم مقارنه بالسنوات الماضيه نزلت. اذا استمر الوضع اليوم والضغط هذا موجود والمعادله ما صار فيها اي هذه، بنشوف ارقام كثيره اليوم مؤشر انه انخفاض الصفقات وانخفاض عدد الصفقات مقارنه السنويه، هذا مؤشر اليوم ان عندنا مفترض مراحل جايه فيما يخص الاسعار. بس هل معناته واحد يقول وين انتم عايشين في 4400؟ اسعار الصفقات في الشمال وصلت 7000 و8000 و9000 وفيه 2000 وفيه 2500، فاحنا نتكلم عن متوسط السعر. يعني هذا مو بسعر الارض في الشمال، هذا سعر المتوسط. متوسط السعر في الحي الواحد، في المربع، احيانا في البلوك الواحد تتغير وتتفاوت الاسعار بينها، احنا نتكلم دائما عن متوسط او افرج السعر نفسه. وبالنسبة الملفت أنه الشقق السكنية مرتفعة يعني ب 30% كمستوى سعر، يعني اللي 100 صارت 130، 7440 هذا متوسط سعر المتر للشقق، 267% زيادة في منطقة الشمال. كيف تقرأ هذا الرقم؟ يمكن شغلتين رئيسية هنا، أنه اليوم قيمة الوحدة كشقة هي تتماشى أو تتواكب مع القدرات الشرائية. فالواحد اللي كان يبغى يشتري فيلا مثلا ب 600,000 700,000 مليون مليون و200، ما أصبح يحصل هالفيلا هذه، فاتجه للشقق أو اتجه للوحدة السكنية اللي تتناسب مع قدرته الشرائية. وفي عامل آخر اليوم أنه مكون الأسرة نفسه قاعد يتغير، فالاحتياجات الأسرة الجديدة وهذه بدأت تختلف شوي
عن احتياجات الأسر في المراحل السابقة، فصارت أغلب الناس يمكن أو الشباب خصوصا يتجه يمكن لجانب الشقق. الإقبال على شمال الرياض لعوامل عدة يعني بطريقة محددة، عشان كذا اليوم صار إذا أنا بشتري وحدة سكنية أتجه لمنطقة معينة قد تكون هي الأرغب، فسوى عندنا يمكن الارتفاع. لأنه الفرق الحين في المتوسط يعني الشمال 4491 بالنسبة للمتر، في الغرب المتوسط 2630، في الجنوب 1144، في الوسط 3714، المتوسط في الشرق 1873. احنا نتكلم بسعر المتر في الكل، احنا التغير السنوي للصفقات كله في انخفاض، في الشمال انخفضت 31%، في الغرب انخفضت 54%، في الجنوب 54%، في الوسط 54%، في الشرق 47%، في انخفاضات كبيرة في تداول الصفقات. الأسعار زايدة في الغرب وفي الوسط بطريقة كبيرة، 29% في الوسط والغرب، الجنوب زادت فقط في 10%، في الشرق زادت فقط في 10%، في الشمال زادت فقط في 6%. هذا بالنسبة لموضوع الأراضي. إذا معناته في انخفاض كبير في الطلب، عدد الصفقات. عدد صحيح الصفقات. أو خلينا نقول الانخفاض كبير في الطلب الممكن اللي يقدرون يعني عليه الناس، اللي يقدرون عليه الناس، وهذا يعني معناته لازم تنزل الأسعار. بالضبط. ليش ما قاعد تنزل الأسعار بالطريقة اللي يعني أي محرك يرفع الأسعار بسرعة، بس النزول لا يبطي. طبيعة العقار يعني طبيعة العقار دائما. خليني أضرب لك مثال، أنت اليوم اشتريت أرض أو وحدة سكنية أو شيء وانسامت منك بهالمبلغ هذا، لما يجي السوم عليها بأقل دائما أنت عساس تطلع من فكرة السوم القديمة تأخذ وقت، فهذه طبيعة العقار دائما فيها. وحتى لو نرصد أو نشوف الدورات أو المراحل السابقة للعقارات، ترى في 2014 تقريبا وصلنا إلى مستوى يعتبر عالي في أسعار العقارات، بعدين بدأ معدل النزول إلى 2018 تقريبا، بعدين بدأنا نشهد في ظروف معينة ارتفاع لمناطق محددة متأثرة بعوامل معينة. هذه طبيعة العقار أنه فيها، بس اللي اليوم ملحوظ جدا مثل ما تفضلت هو انخفاض عدد الصفقات، وانخفاض عدد الصفقات هذا مؤشر مرصود الحقيقة ونعمل عليه، وكيف أنه يكون فعلا يمكن عندنا الطلب والقدرة الشرائية بطريقة معينة. من الأرقام الملفتة في العرض هذا أنه في وسط الفلل في وسط الرياض مرتفعة ب 83%، رغم أنها منخفضة الطلب 29% أو الصفقات 29% عن العام الماضي، إلا أنها مرتفعة ب 83% بمتوسط سعر المتر 11276 كفلل. طبعا هنا يحكمها أكثر من جانب، يعني وسط الرياض والمناطق اللي في وسط الرياض فيها جوانب كثيرة، يمكن جودة المباني نفسها، نوع التشطيبات، أسعار الفلل، المستوى اللي موجود فيها ينعكس بشكل مباشر على يمكن هذه، كذلك حجم الصفقات نفسها. يمكن لما نجي نقارن عدد الصفقات اللي موجودة يمكن بوسط الرياض مقارنة بمنطقة أخرى نلقاها شوي محدودة، فالتأثير على السعر كبير، فيحكمها أكثر من جانب فيها. لكن اللي يهمنا اليوم في جانب الأسعار أنه كيف نصل فقط للرقم الصحيح، هذا اللي بيساعدنا احنا اليوم كمشرع ومنظم للقطاع وكل شيء، ان احنا كيف نعمل او نتخذ قرارات وتوصيات واجراءات صحيحه وحتى على مستوى التشريعات. طيب.